بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد خلاص اخر ليكشر في الانترودكشن بتاع انوتومي اللي هي فيها هنتكلم عن سيركيوليتوري سيستم. طيب سيركيوليتوري سيستم اللي هو الجهاز الدوري. سيركيوليتوري سيستم ذاته مقسم لاجزاء، اهم جزء فيه اللي هو الكارديو فاسكولار سيستم، بالإضافة لجزء بسيط حنتكلم عنه في نهاية الليكشر إن بريف توك اللي هو حيكون ليمفاتيك سيستم. معناها أغلب المحاضرة حتكون عن شنو؟ عن كارديو فاسكولار سيستم. نهاية الليكشر حنتكلم عن الليمفاتيك سيستم. طيب نيجي للكارديو فاسكولار سيستم، الوظيفة الأساسية بتاعت الكارديو فاسكولار سيستم شنو؟ كارديوفاسكولار سيستم الوظيفه بتاعته انه يضخ خلايا الدم مكون من جزئين، الفيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه والهارت. الوظيفه الاساسيه انه الهارت هو المين بمب، ده المضخه بتاعتي. المضخه دي حتضخ خلايا الدم عشان يمشي ليه لكل اجزاء الجسم، محمل بالنيوترينتس محمل بالاكسجين. كل السلسة اوف ذا بودي هتاخد كفايتها من النيوترينتس من الاكسجين، وحتديني الويست برودكت اوف ميتابوليزم، تديني معاها السي او 2 ترجعهم في البلد اللي هي عن طريق الفينس بلد، ثاني حاجه راجع للهارت، وبالتالي دي كده اسمها الدوره الدمويه. طيب معناها نبدا الكلام عن كارديوفاسكولار سيستم. كارديوفاسكولار سيستم، كارديوفاسكولار سيستم قلت لك اللي فيه مكونين من الهارت and vessels. هو كارديو بالنسبة للهارت، فاسكولار بالنسبة للفيزلز. طيب الفيزلز ذات عبارة عن شنو؟ ذات مكونة من حاجات صح، وما عندي شرايين ارتريس، وعندي الأوردة اللي هم الفيز، وعندي الشعيرات الدموية اللي هي البلد كابيلاريز. معناها احنا لازم نعرف معلومات عن الهارت، معلومات عن الارتريس، معلومات عن الفيس، معلومات عن الكابيلاريز. ولو متذكرين في الثانوي اخذنا الدوره الدمويه الكبرى والدوره الدمويه الصغرى اللي هم السيستميك سيركيوليشن اند بلمونري سيركيوليشن. سيستميك سيركيوليشن دي الدوره الدمويه الكبرى، والبلونر سيركوليشن في الدوره الدمويه الصغرى. طيب نتكلم سريع عن الاستراكشر بتاع الهارت والاستراكشر بتاع الفيزلز، ونختم الكلام عن كارديو فاسكولار سيستم بالسيستم سيركوليشن اند بلونر سيركوليشن. الهارت اللي هو القلب، ده الشكل بتاع الليفينج هارت، بيكون بالشكل ده. لكن احنا للايم اوف ستادي عشان نسهل الموضوع من المهم نعمل دائره مقسمه لاربع اجزاء عشان نسهل الفهم. لكن لو عايزين نرسم ممكن نرسم الشكل بتاع الهارت، هنشوف في نهايه الرسم. طيب الهارت مكون ليه من اربع غرف، فور تشامبرز، اثنين فوق واثنين تحت. الاثنين الفوق الاستراكشر بتاعهم ذاته فيهم حاجه كده زي شكل الاضام هنا وهنا، لو لاحظتوا دي واحده ودي الثانيه. طيب اللي هم بسميهم الاذينين، يعني زي الفو كامبرز الفوق عندهم اذينين، والتحت ديل حسميهم البطينين. الاذينين حسميهم الاتريم، المفرد اتريم والجمع اتريم. طيب والتحت ديل حسميهم البطينين اللي هما المفرد فينتريكي والجمع فينتريكيز. معناها الهارت مكون ليا من تو اتريا اند تو فينتريكيز. لو جينا هنا لازم نشوف الغلط ديل، ديل اسمها اوريكل. اوريكل معناها الاضامه. لما نشيل الاوريكل دي اللي هي بالجهه رايت اوريكل، حاجة انه انا هنا في الكافيتي بتاع
رايت اتريوم دي الغرفه الاولى. طيب ونفس الفكره لما نفتح دي اطلع الليفت اوريكل هلاقي جواه شنو الليفت اتريوم، وتحت حيكون عندي البطينين. لو فتحنا هنا هلاقى دي الكافيتي اوف رايت فينتريكل، ونفس الفكره لو فتحت هنا هلاقى الكافيتي اوف ليفت فينتريكل. معناها الهارت مكون لي من شنو؟ مكون لي من اربع غرف، اثنين فوق واثنين تحت. الاثنين اللي فوق اسمهم تو اتريا، والاثنين اللي تحت اسمهم تو فينتريكلز. لكن حاجه قالت انه في فتحات بتوين الاتريا او فينتريكلز، يعني هنا بتوين لهنا الرايت اتريا، لهنا الليفت اتريا، لهنا الرايت فينتريكل، لهنا الليفت فينتريكل. طيب هنا حتكون عندي فتحه وهنا عندي فتحه. بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل حلقى عندي اوريفيس، اوريفيس معناها فتحه، وبين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل حلقى عندي اوريفيس. طيب معناها الرايت اتريوم والرايت فينتريكل بيناتهم في فتحه، لكن هل حتكون فتحه؟ لا، لازم نتحكم فيها عن طريق صمام. الصمام ده لما جينا رسمناه كده حلقاه مكون لي من ثلاثه شرفات. شرفه معناها قصب، وثلاثة اللي هي تراي، عشان كده سميته تراي كزبيد فالف، تراي كزبيد فالف اللي هم اللي هو اسمه الصمام ثلاثي الشرفات. معناها التراي كزبيد فالف هو guarded the orifice between the right atrium and the right ventricle. طيب ونفس الفكرة هنا عندي left atrium and left ventricle، هيكون هنا الصمام شكله حلقاه فيه شرفتين بس، معناها ده شنو هسميه؟ باي 2 كزبت فالف، او اسم المشروع فيه اكثر اللي هو المايترال فالف. طيب بعد كده نيجي نشوف الميجر ارتريس اند شنو الميجر فينس ذات كونكتد تو ذا هارت. من القلب وانا طالع ذا ارتري، وانا خش على القلب دي الفينس، ما هي الفينس بتجيب لي الفينس بلد، كل الدم الراجع من انسجه الجسم كلها، صح؟ من كل اعضاء الجسم، والقلب بيضخ عليه كل شنو؟ اعضاء الجسم. طيب always receiving part is the atria، دائما القلب بيستقبل بالاتريا. طيب والقلب هيستقبل لي من كل الجسم عن طريق الرايت اتريوم، عن طريق وريد كبير من الجزء الفوق من الجسم، وريد كبير من الجزء التحت من الجسم. الوريد الكبير من الجزء فوق من الجسم اسمه الوريد الأجوف العلوي اللي هو اسمه superior vena cava، superior vena cava. والوريد الحشلي من الجزء التحت من الجسم اسمه inferior vena cava، superior vena cava and inferior vena cava. طيب ديل الاثنين هيكبوا لي البلد بتاعهم في الرايت اتريوم، والليفت اتريوم هيستقبل لي فقط من الرئتين عن طريق، دائما لما نيجي انسب للرئه بسميها بالمونري، هيسميها شنو؟ بالمونري. طيب معناها هنا هيستقبل من شنو؟ من التولنس بالمونري، برضه عشان دم راجع، لان هنحفظ هل هو اكسجينات ما اكسجينات، نتكلم عن السيركوليشن سيستم كان بالمونري، اللي هما هيكون من كل لانك هيكون عندي اثنين تو بالمونري فينس فروم ايت لانك، اللي هما فور بالمونري فينس، فور بالمونري فينس. والقلب دائما بضخ عليه الدم عن طريق الفينتريكس، يا اما ضخاه لكل اعضاء الجسم يا اما ضخاه للتو لانكس. من الليفت فينتريكل بضخ الدم لكل الجسم عن طريق اكبر شريان في الجسم اللي هو الاورطة، الشريان الاورطة. هنا عندي فار هسميه باسمه اورطيك فار. طيب ومن هنا هضخ الدم للتو لانكس، قلنا بنسيب بالمونري، معناها هسميه شنو؟ بالمونري ترانك. وهنا هيكون عندي فار هسميه بالمونري فار. طيب نشوف الحاجات دي في الجسم الميجر فيزلز. طيب نمسك من هنا تحت، ده طبعا الحجاب الحاجز، تمام، اللي هو الديافرام، وده هنا الرايت اتريوم. احنا قلنا الرايت اتريوم هيستقبل لي
سبير فينا كيفا عن انفير فينا كيفا. الانفير فينا كيفا لو لاحظتوا هنا في شريط كده ازرق بسيط ده طوالي من الديافرام طوالي حيخش عليه في الكبتي اوف ذا رايت اتريا. والسبير فينا كيفا هنا ده شنو؟ ده السبير فينا كيفا اللي هنا فتحنا كده هلقاه فاتح لي في شنو؟ في الرايت اتريا كبت. طيب نجي نمسك الليفت اتريوم هنا دي الاوركل قلنا حيستقبل لي من التولانس كل واحده اثنين ديل توب المونري فيس بنفس الفكره بجاي ديل توب المونري فيس. طيب لما نجي نتكلم عن الفنتريكلز الرايت فنتريكل خلايا شنو للرئتين عن طريق ده البلمونري ترانك باللون البلو والليفت فنتريكل حيدخل للجسم كله عن طريق الشريان باللون الريد ده اللي هو شنو؟ الاورطة اللي هو الاورطة. طيب دي الرسمة التقريبية اذا عايزين نجي نرسم الرسمة دي عشان الناس تقع عليها اكتر دي حاجة بس كده تقريبية لكن لو لاحظتوا في تشابه كده صح؟ برضه الناس تتعلم على الرسمة دائما الرسمة دي بخليكم تقدروا تتذكر الحاجة. إذا جينا رسمنا دي كده الكافيتي بتاع رايت اتريوم معناها ده السيفير فينا كيفا ده الانفير فينا كيفا الاثنين مفتوحوا ليه في الكافيتي اوف ذا رايت اتريوم معناها ده هنا ده شنو؟ ده الرايت اتريوم معناها ده ترانزيشن ليفت اتريوم حلقة هنا دي توب المونري فيس بورا هناك بتكون كان بيجي توب المونري فيس ده هنا الليفت فنتريكل منه حيطلع لي الاورطة من السبيل والبارت منه هنا وهنا ده رايت فنتريكل برضه هنا كروسنج للاورطة بيطلع عليه البلمونري ترانك من الرايت فنتريكل تمام؟ معناها هسه حاليا تكلمنا عن الاستراكشر بتاع الهارت في حاجة لازم نعرفها انه الهارت وزاد مكون له من طبقات الهارت مكون من 3 ليرز طبقة خارجية طبقة وسطى طبقة داخلية الطبقة الخارجية اسمها بيري كار اسمها بيري والطبقة الأساسية والوسطى اللي هي عضلة القلب ذات اسمها مايو كارديوم اللي هي الكارديوم مصر مايو كارديوم وتكلمنا عنها في الليكشر بتاع الماسكولار سيستم والطبقة الداخلية اللي هتلقى فيها الفالفز اللي هي الصمامات بتاعة القلب اسمها اندو كارديوم ده كلام بريف كده عن الهارت انه الهارت ذاته مكون له من 3 ليرز بيريكارديوم مايوكارديوم اندو كارديوم في ناس بيمشوا بيقولوا بيقولوا ايبي كارديوم البيريكارديوم ذاته فيها كلام كثير انه البيريكارديوم فيها فايبرس لير سيرس لير والسيرس لير دي ذاته فيها بارايتر فيها فيسرال والفيسرال دي اسمها ايبي كارديوم الكلام ده خلوه ان ديتيل طيب بعد كده عرفنا انه الهارد كان لاقي فور كامبس رايت اتريوم ليفت اتريوم رايت فنتريكل اند ليفت فنتريكل وظيفة الاتريا ريسيفنج وظيفة الفنتريكل اللي هي بومبينج اوف ذا بلود اوتسايد بومبينج يا اما للتولنس عن طريق الرايت فنتريكل يا اما تو هولد ذا بودي ثرو ذا ليفت فنتريكل نمشي بعد كده نعرف الفرق بين الاستراكشر بتاع الارتري الفرق بين الاستراكشر بتاع الفين والكابيلاري كلهم بيختلفوا في شنو عشان نختم الكلام في الكارديوفاسكولار سيستم بي اخر حاجة اللي هي سيستم سيركوليشن ان بالمناري سيركوليشن طيب الاستراكشر بتاع الفيزل عموما هو اللي من 3 لاير اذا جيت مسكت اي فيزل هلقى فيه زي ما الهارت فيه 3 لاير الفيزل فيه 3 لاير بسميهم تونيكا بسمي كل واحدة منهم تونيكا الطبقة الداخلية اللي هي اسمها تونيكا انتيما بسميها تونيكا انتيما وهي عبارة عن شنو؟ ايبيسيليوم برضه في البريفيوس ليكشرز عرفنا انه الايبيسيليوم بيعمل لي كفرنج للاوتسايد اوف ذا بودي اند بيعمل لي لايننج للانترنال اورجانز اند فيزلز معناها هنا الطبقة الداخلية تونيكا انتيما
اول واحده اللي هي شنو؟ تونيكا انتيما عباره عن ابيسيليوم، لكن الابيسيليوم في الحته دي هسميه اندو ستيليوم، هسميه اندو سيليوم. برضه عباره عن سيمبل سكوامس ابيسيليوم، جاست ون لاير اوف لاتنت سيلز. اللاير في النص اللي هي دي هتكون فيها المين مصل، فيها السموث مصل اللي هسميها تونيكا ميديا، تونيكا ميديا فيها سموث مصل اند الاستيك تيشو. طيب والطبقه الخارجيه هسميها تونيكا ادفنتيشيا، تونيكا ادفنتيشيا واللي هي هتكون عباره عن كونكتيف تيشو. يعني لو لاحظنا البيزل ده ذاته مكون من 3 تايب او بيزك تيشو، احنا البيزك تيشو بالظبط قلنا اربعه صح؟ اللي هم ايبيسيليوم كونكتيف تيشو ماسكولار اند نيرفس. طيب هنا الطبقه الداخليه لقيت بيزل فانيكا انتيما دي ايبيسيليوم كده طلعنا بينه، والطبقه اللي في النص سموث مصل اللي هي عباره عن شنو؟ عباره عن ماسكولار تيشو، والطبقه الخارجيه ادفنتيش عباره عن كونكتيف تيشو. الثري لايرز بتختلف. اذا الفرق بين الارتري والفين انه التونيكا ميديا في الارتري بتكون اكبر. ليه؟ لانه الارتري ده لازم يتحكم لك شنو؟ في ضغط عالي من القلب. البلد جاي ببريشر عالي. فلازم يكون عنده قوه بتاعت شنو؟ الاستيسيتي. يحصل له شنو؟ كونتراكشن اند ريلاكسيشن اللي هي بتديني البازو كونستريكشن اند بازو دايلتيشن. طيب؟ والتونيكا ادفنتيشيا بتكون اكثر في شنو؟ اكبر في الفينز ما هي اللي بتكون كونكتيف تيشو، لكن عموما الوول بتاع الفين بيكون ستينر ذان ذا وول اوف ذا ارتر. اما بالنسبه للتونيكا انتيما في الفين بلقى فيها حاجه اسمها صمامات اللي هي فالفز. فالفز ليه؟ البلد ده بيمشي ليه في الارتريس عن طريق الضغط، قوة الضغط، لكن الفينز دي جايه مرات بكون واقف كده جاي عكس الجريفي، معناها لازم البلد كلها ماشيه انا احبسه ما يرجع لي صح؟ يعني اذا جينا شفنا الاستراكشر تلقاه عامل كده، اذا ده بير بلقى البار في التونيكا انتيما عامل بالشكل ده، البلد كده بيمشي لفوق، لكن لما يرجع يقوم يقفل لي البار تو بريفنت الباك فلو، تو بريفنت شنو؟ الباك فلو. طيب معناها دي الفروقات الاساسيه بين الارتري اند فين، انه الاثنين عندهم ثري ليرز، لكن التونيكا ميديا اكبر في الارتري، والتونيكا ادفنتيشيا اكبر في الفين، والتونيكا انتيما في الفين فيها فالفز. طيب اول حاجه انتم تتعلموها في الكدير في الدي ار القدام الارتري ولا فين؟ مسكته كده فكيته رجع طوالي سريع ده ارتري، لانه شنو؟ الاستيك تيشو اكثر صح؟ الفين كولابس بيحصل له كولابس كده خلاص بيكون شنو عايز زمن حتتين ثاني يفتح. النيرف واضح يعني فايبر سكور بعد الحته قويه كده حتى مرات بحيث انه شنو ما في اليومين جوا. فده الفروقات الاساسيه. نيجي نشوف انا عندي فضل لي حاجه اسمها اللي هي الكابيلاري صح؟ الكابيلاري دي بتكون هنا. اذا جينا رسمنا عندي ارتري اللي هنا لارج ارتري، بعد كده حامشي ماشي هيبقى لي سمول ارتري هديه اسم اسمه ارتريول. ارتريول يعني في صغير كده لارتري، ارتري كده صغيرون. من الارتريول بعد ده خلاص هبدا في تكوين الكابيلاري. الكابيلاري ذات عندها ارتريال سايد وعندها فينوس سايد. وزي ما هناك انتهيت بارتريول هنا حابدا بفينيول. أنا هنا هديني شنو؟ فين صغير فينيول، حامشي لشنو؟ لفين كبير اللي هو شنو؟ فين. فينيول فين، معناها الشكل بيجي كيف؟ ارتري ارتريول كابيلاري. كابيلاري ذات فيها ارتريال سايد، فيها فينوس سايد. هنا هيكون عندي شنو؟ في الحتة دي هيكون عندي ارتري فينيول، وهنا هيكون عندي فين. في الحتة بتاعت الكابيلاري هنا بيحصل شنو؟ البراد بيطلع بيمشي لها التيشوس. بيشيل الاكسجين، بيشيل النيوترينتس، وبيتديني ثاني اكسيد الكربون واليوست برودكت، وترجع لي عشان شنو؟ عشان تمشي لي في الفينوس سيستم. طيب الاستراكشر بتاع الكابيلاري بتكون في مستريتي، يعني الاندوسيليوم بتاعه متباعش في بورس في فتحات، ليه؟ عشان انا عايز البلد ده يطلع لي ما
وعشان البلود الثاني شنو يجي؟ راجع. في الارتيريال سايد بطلع بلود، في الفينا سايد برجع شنو؟ برجع البلود. طيب. نشوف السيركوليشن، نشوف السيستم سيركوليشن. سيستميك اند بلمونري سيركوليشن. نرجع للرسمه بتاعت النايم بتاعتنا اللي هي رسمه بس قلنا تجريبيه عشان اقدر شنو؟ اقدر افهم بيها. طيب نبدا السيستميك سيركوليشن. كل البلوت بتاع الجسم قلنا من الجزء اللي فوق عن طريق السيرك فينا كيف والجزء التكتم فيري فينا كيف هيخش لي وين؟ هيخش لي رايت اتريوم سيرك فينا كيف وهنا الانفيري فينا كيف. تمام؟ معناها اول حاجه دايركشن البلوت يعني في شنو؟ في الرايت اتريوم. نثبت رايت اي اتريوم بدي الفنتريكل بتاعه. الرايت اتريوم بيرسل لي البلوت بتاعه ليه؟ رايت فنتريكل. والليفت اتريوم بيرسل للليفت فنتريكل. معناها من الرايت اتريوم البلد هيجيني شنو؟ للليفت فنتريكل. لكن لسه البلد ده جايين من التيشوز، ما فيه اكسجين، الاكسجين كله شالته التيشوز. طيب كلها هنا وديتها لشنو؟ للليفت فنتريكل. ستيل دي اوكسجينيتد بلد، معناها الرايت سايد اوف ذا هارت، الرايت سايد اوف ذا هارت كلهم يقول لك رايت سايد اوف ذا هارت معناها رايت اتريوم الرايت فنتريكل كاري دي اوكسجينيتد بلد اللي هي شنو؟ دم ناقص الاكسجين. تمام؟ دم عديم الاكسجين. طيب من هنا بتحافظ عن طريق بلمونري ترنك، عن طريق بلمونري ترنك واللي حيضخ عليه شنو؟ للتو لانس. اللان وظيفته شنو؟ وظيفته الاكسجينيشن، وظيفته الاكسجينيشن. اديته دم ما مؤكسد هتجيب له دم شنو؟ مؤكسد. فدي الفكره. بلمونري ترنك هيقسم لي رايت اللفت بلمونري ارتري. لكن يا اخوان في ارتري شايل دي اوكسجينات البلد، هنا التسميه فيها غلط. بالرغم من اسمه بلمونري بلمونري ارتري لكن مش شايل لي دي اوكسجينات البلد. والاكسبشن ده في الجسم في حتتين، بلمونري فيزلز اند امبلايكال فيزلز اللي هم بتاعين الحبل السري بتاعين الجنين. البلمونري فيزلز بلمونري ارتري بيكون شايل لي دي اوكسجينيتد بلد، والبلمونري فين شايل لي اوكسجينيتد بلد معكوسات. الامبلايكال ارتري شايل لي دي اوكسجينيتد بلد، والامبلايكال فين شايل لي اوكسجينيتد بلد. تذكروا دي الاكسبشن. لكن ثاني بقى الجسم كله اي ارتري، اي ارتري شايل اوكسجينيتد واي فين شايل لي دي اوكسجينيتد. طيب من هنا حصل لي الاوكسجينيشن خلاص في اللندي، طلعت السي او 2 طلعتها عن طريق الزفير، استنشقت اوكسجين دخلته في شنو؟ في الدم. من هنا باجي راجع، باجي راجع عن طريق قلنا كله لان بطلع عليه تو بلمونري فينس، بطلع الدم لوين؟ للليفت اتريوم. معناها علينا البلد من هنا للتو لانس، ومن هنا جا راجع لحد ما وصل لي الليفت اتريوم. قلنا اي اتريوم بدي الفنتريكل بتاعه، البلد حيجيني هنا للليفت فنتريكل. من هنا حضخه لكل الجسم عن طريق الاورطة، حضخ لكل جسم اكسجينات البلد. طيب وين السيستم سيركوليشن في الجلطة دي؟ وين البلمونري سيركوليشن؟ بلمونري سيركوليشن اللي هي الدورة الدموية الصغرى دي بتكون بين الهارت اللنس، بين القلب والرئتين، دي دورة دموية صغرى. لو الجزر قال لك بتبدا من وين؟ يقول لك بتبدا من ال سوري ده هنا الراي، بتبدا من راي فنتريكل. طيب بتبدا من الرايت فنتريكل حيث خلايا الدم للتو لانس. دم ماله دي اوكسجينات عن طريق بلمونري ارتريز، والتو لانس هيرجعوا لي الاوكسجينات البلد للليفت اتريوم. معناها دي تري جاست فقط دي بلمونري سيركوليشن. سيستم سيركوليشن اللي هي شنو؟ الدم رجع لي من الجسم كله عن طريق سبيل الانفيري فينا كيفا للرايت اتريوم، وفي النهايه لف الدوره دي كلها ومن الليفت فنتريكل دخلته عن طريق الاورطه لكل الجسم اوكسجينات بلد. ده الفرق بين السيستم سيركيوليشن اند بلمونري سيركيوليشن. طيب اذا جينا عايزين نشوف الكلام ده هنا، ده هنا الهارت، ده هنا التو لانس، ده هنا الكابيلاري اللي تحت كلها في التيشو.
ده هنا السبيرو فينا كيف ده هنا الليمفيرو فينا كيف الاثنين جابوا لي دي اوكسجينيتد بلاد دخلت وين في الرايت اتريوم من الرايت اتريوم هجيبه في الرايت فينتريكل عن طريق الاورفيس دي جارد باي ترايكسبيد فالف من هنا هقوم ادخل لشنو عن طريق البلمونر ترانك لاثنين توب المونري ارتريز جبت له الترونس الترونس حصل له اكسجينيشن ما حصل اكسجينيشن لو ما حصل الرايت سايد وظهرت كله باللون البلو دايما اللون البلو بديه للدي اوكسجينيتد بلاد طيب من هنا حاجه راجعه عن طريق الترونس حاجه راجعه ليه الليفت اتريوم عن طريق دي اللي هم شنو بالمونري فينس تو فروم ايتش سايد اربعه معناها طيب من هنا حقول من الليفت اتريوم او الديل الليفت فنتريكل عن طريق الاورفيس اللي هي فيها تصمام اللي هو المايترال باث او البايكسبيد باث من هنا حقوم اضخ الدم من الليفت فنتريكل لكل الجسم عن طريق اكبر شريان في الجسم اللي هو الاورطه ومن هنا من الاورطه هاي ماشي ده كده لحد الان ارتري لحد الحته دي ارتريول دي الكابيلري فيها ارتريال سايد فيها فينا سايد بعد كده بجي راجع عن طريق الفينوس سيستم ثاني اجي راجع وهكذا بين اللنج ان تو بين الهارت ان تو لنجز بالمينر سيركيليشن بين ذا هارت ان اذر سيستمز اوف ذا بودي از سيستميك سيركيليشن طيب الليمفاتيك سيستم وين الليمفاتيك سيستم هو ذات سيستم خاشله في حاجتين يعني هو جزء من السيركيليتوري بيعتبره لكن برضه هو جزء من سيستم ثاني اسمه الاميون سيستم الاميون سيستم اللي هو الاميون سيستم ده شنو؟ ده الجهاز المناعي ليه؟ لانه غير انه لقوا انه سيركوليتنج السوائل في الجسم لقوا انه عنده ديفينس ميكانيزم المايكرو اورجانيزم بكتيريا فيروس كلها بشنو بيقوم بقبضها كيف بقبضها؟ مذكرين الرسمه السته بتاعت الكابيلاري ارتري ارتريول كابيلاري صح ارتريال سايد كابيلاري فينا سايد فينيول ان لار فين لقوا انه هنا الدم اللي بيطلع وبيرجع جاست 90% في 10% حتكون قاعد عليه هنا ال 10% دي حيقوم تخش لي في فيزيتس جديده اسمها ليمفاتيك فيزيت اسمها ليمفاتيك اللي هي ما حتكون فيها خلايا بتاع الدم عشان كده الاستراكشر اقرب للبلازما اللي هي الليمفاتيك فيزل طيب الليمفاتيك فيزل ده زيها وزي الفيزل زي بتودي عايزه تعمل شنو؟ لقوا انه الليمفاتيك فيزل كل ما تمشي هتقوم حتقابلها النقطه بتاع التفتيش اللي انت لو مسافر من مدينه لمدينه من هنا ماشي الخرطوم في الدوله بيقابلك تفتيش بيفتشوا الباص كله مشيت وصلت شندي في تفتيش العبور تاني بعديها كده في العوتات التفتيش التفتيش ده يعني شنو؟ بيشوفوا اي حاجه ما تمام طوال شنو؟ بيقبضوها نفس الفكره الليمفاتيك فلويد اللي هنا ده بيكون ماشي لايه في الليمفاتيك فيزل بيقابل لايه النقطه بتاع التفتيش اسمها ليمف نود اللي هي العقد الليمفاويه ليمف نود الليمف نود دي لو قبضت اي مايكرو اورجانيزم بيحصل له انترابمنت بتقبض هنا وبتخلي الباقي اللي هي بتعمل ليه شنو؟ فلتريشن تصفيه تمام وفي النهايه الليمف ده هيلف ويدور هيخش لي في الميجر بيس اوف ذا نيك هنا عشان يرجع لي الحرف معناه في النهايه الليمفاتكس هتمشي لي للفينس سيستم طيب عشان كده اي انفكشن طوالي بلقى شنو في اللارج ليمف نود اللي نزل له جاء التهاب بتاع حلق التهاب ده معناه في حاجه بكتيريه او فيروسيه صح؟ طوالي بيجي بلمس هنا بلقى العقد الليمفاويه اتضخمت اتضخمت ليه؟ لانها معناها في التفتيش بتاعها ده قبضت لي مايكرو اورجانيزم حتى الليمف نود الليمفاتيك فيزل الخاش عليها بسميه افرنت ليمفاتيك فيزل والطالع منها بسميه افرنت ليمفاتيك فيزل الحاجة تعرفها انه الليمف سيستم جهاز كبير جدا فيه اجزاء كثيرة منها نعرفه كاجزاء وبرضه في الهيستوري بتدرسوه ان ديتيل اللي هو اللي فيه الليمفاتيك فيزلز صح؟ عندي فيه الليمف نودز عندي فيه غدة في الاور بارت اوف ذا تشست هنا اسمها الساينس عندي فيه سبلين اللي هو الطحال
عندي فيه البون مارو، عندي فيه التونسلز اللوز. اللوز دي لما بتتضخم نفس الفكره، بيكون في التهاب طوالي بتتضخم، ليه؟ لانها عباره عن لينفويد تيشو، وعندها اسمها ديفيوز لينفويد تيشو، دي موزعه في حتات معينه في الجسم، منها في الامعاء الدقيقه في منطقه معينه. طيب ديفيوز لينفويد تيشو معناها دي بارس اوف ذا لينفاتيك سيستم، الوظيفه بتاعت اللينفاتيك سيستم اللي هي فلتريشن اوف مايكرو اورجانيزم اللي هي دي اميون فانكشن، واعتبرناه جزء من السيركيوليتري سيستم لانه شايل لي جزء من البلد هيرجعوا لي في النهايه للفينوس سيستم. فده كل اللي اتقال، سيركيوليتري سيستم معناه كون لي من كارديو فاسكولار اند لينفاتيك. كارديو فاسكولار ذاته فيو الهارت فيو الفيزلز، عرفنا الاستراكشر بتاع الهارت، عرفنا الاستراكشر بتاع الفين ارتر اند كابيلاري، عرفنا السيستم سيركيوليشن الفينوس سيركيوليشن، واخر حاجه اتكلمنا عن الليمفاتيك سيستم دي البالس اوف ذا ليمفاتيك سيستم، عرفنا الفانكشن اوف ذا ليمفاتيك سيستم. بكده بنكون انتهينا من الكورس بتاع الانتروديكشن تو اناتومي. بالتوفيق لطلاب المستوى الاول، وان شاء الله نتقابل في النكست كورسز. شكرا لكم.